يا بسم الله، السلام عليكم. معكم الشعث في حلقة جديدة من فلسفة الحياة. مرة أخرى غادي نعاود نشكر، سمحوا لي، كل مرة كنبدا بحال هكا وجاسبيغ نبقى عاقل نشكر بنادم أشاك فوا، باسكو صراحة واحد صافي ترو بليزير، ما عرفتش كيفاش نقولها بالعربي، ولكن صراحة الفرحة اللي كدير فاش كتلقى بنادم كيساهموا معاك، كيف ما بغات تكون المساهمة، كيف ما بغات تكون، كساسوا لايك، كومنتار، بارتاج، أي حاجة كيديرها الإنسان، وحق الله العلي العظيم إلا كتمشي للقلب ديريكتومون صافي بليزير، وكتشجع على أن بنادم يخدم بزاف. شكرا بزاف لأي واحد ساهم معنا باش ما كان حتى الناس، أي واحد، ميم الناس اللي كيصلحوا لنا الافكار ديالنا ولا الاخطاء ديالنا ولا اي حاجه، انا انسان وغنقد نغلط. مرحبا بكم، مرحبا بالانتقادات ديالكم، اذا كانت شي حاجه بناءه مرحبا بها، اللي غادي تعاوننا اننا نزيدوا لقدام مرحبا بها، وشكرا بزاف. قبل ما نبدا الحلقه ديالي ديال اليوم، عندي واحد جوج نقاط، نقطه نظام وجوج نقاط نظام، غير باش نتفقوا باش ما يبقاش بنادم واخد هذا الشيء بطريقه خايبه. داكوغ، الوغ النقطه الاولى هو انني الاساس من هذه الفيديوهات هادو فلسفة الحياة، حيت أنا ديجا داير فيديوهات أخرين، ديجا درت فيديوهات أخرين، الناس اللي ما عمرهم ما شافوا أي فيديو أخرى، كاينين فيديوهات أخرين، ماشي يلاه بديت، ما كاينين فيديوهات، مي دابا فكرت أنهم نتكونسونطراو على هادي، نبقاو في حاجة وحدة، ألوغ داكشي علاش درت هاد الفيديوهات سميتهم فلسفة الحياة. ألوغ كيف ما قلت في الحلقة الأولى، هاد الفيديوهات ماشي مخصصين لكاع الناس، هاد الفيديوهات هادو لبعض الناس، داكوغ؟ طبيعة الحال كاينين الناس اللي هادشي اللي كنقول واصلين ليه ومام فايتينو، يعني ما كاين لاش بنادم يتعصب ولا كاع اللي يشوف هادشي ولا يقول لك لا هذا اش كيخربق عنا وانت يلاه وصلتي لهادشي، هاد الفيديوهات ماشي ليكم، داكوغ؟ إلا كان الإنسان غيتفرج باش يصحح لنا الأفكار وغادي يعاوننا بشي حاجة فايتنا هو فيها، مرحبا به، داكوغ؟ هادشي اللي باغي، ومن اللي ما غيستافدش وما غيفيدناش، راه كاينين الناس سيسيو، كاينين الناس فايتين ويمشي يقلب عليهم ويكمل الاستفاده، عند الاستفاده ما عمرها ما كتحبش، ديما غادي نقدو نبقاو غادي نكثر وكثر، داكوغ؟ هادي النقطة، وتم العنوان فلسفة الحياة نقدو نبدلوها، نقدو نسميوها أي حاجة أخرى، داكوغ؟ الواحد ما ياخذهاش خايبة ويقول هذا راه غيبدا يتفلسف علينا ولا شي حاجة، لا علاقة مع العياقة ولا علاقة مع داك الشيء. والنقطة الثانية غادا في نفس السياق، جاني واحد التعليق اللي كان فيه كان مرتبط باللغه، اللغه، حيت مره كيخرجوا لي كلمات بالفرنسي، سمحوا لي بزاف، حيت على باز الفيديو درتهم باش يكونوا فيديوهات بالدارجه، داكوغ؟ انا دايرهم للمغاربه، مدايرهم حتى شي واحد اخر، دايرهم للمغاربه، وباغي اكبر عدد من المغاربه اللي غيقدوا يستافدوا من هذا الشيء يفهموني، داكوغ؟ اللي غيستافدوا يفهموني بالدارجه ديالنا، ولكن الله غالب شي خطرات كيخرجوا شي كلمات بشي لغه اخرى راه ما عياقه ما والو. وانا بالنسبه لي الا باغي تاخذ وجهه نظري على اللغات، وسيله تواصل ما بين الناس، داكوغ؟ اللغه راه وسيله تواصل، يعني بنادم اللي كيهضر بالعربيه راه نهضر معاه بالعربيه، كيدوي بلغه اخرى غنمشيو نقلبوا على لغه اخرى كنفهموها، حتى جينا غنبداو نتعاملوا بالاشارات، مي غير لغه التواصل وما فيهاش لا عياقه لا والو. ودابا في دامين ليسات اللي ما كيدويش ثلاثه اللغات راه ما كيدوي والو، راه لا نورمال هي ثلاثه اللغات، وعاد زيد شوف الا بغيتي العياقه. المهم هادشي غير باش يبقى بنادم ما نخرجوش على السياق ديال هاد الفيديوهات، داكوغ؟ ما كاين لا عياقه لا والو، مخصصين للدارجه والناس، ومخصصين للناس اللي غادي نقدر نفيدوهم، داكوغ؟ الناس اللي غنتجاوبوا معاهم، ومرحبا بالافكار ديال الناس اللي غادي يقدوا يفيدونا. الوغ الحلقه ديال اليوم ولا قبل ما ندخلوا فيها نديروا كما درنا الحلقه اللي فاتت، دوينا على لي كومونتير، كانوا جوج ديال التعاليق اللي زوينين من عند ناس زوينين، كانوا بزاف ديال لي كومونتير صراحه، كانوا الناس لي كومونتير كاينين، الوغ ما كانوا با مال دو كومونتير، مي غادي ناخذ، غادي نحاول ناخذ جوج. كان كومونتير ديال الاخ اسامه قدامكم، كيقول بانه نورمالمون كاين عندنا هذا المشكل، وهذا المشكل ديما متفقين بان في المغرب عندنا مشكل ديال ماشي انا هو المشكل، ماشي انا اللي غلط، الاخر هو الغلط والاخر هو المشكل. هذه الفكره واعره بزاف، واللي فهمها واللي قد يستافد منها غادي يزيد بزاف القدام، باسكو فين ما كتلاحظها، فين ما كتشوفها في دي سيتوياسيون اللي غادي تكون تحمل المسؤوليه، كنهربوا اللور، وهذه خايبه فينا بزاف، داكو؟ وكما كتلاحظنا واش كنهضر، كنهضر بينا، كنهضرش بشي واحد اخر، كندوي بينا، يعني حتى انا براسي عندي بزاف ما نخدم،
داكور ما تقولوش هذا راه كيهضر بحال هكا اصافي وواصل شي نو انا باقي ليا بزاف ودي فوا كيكون عندك الفكره وباقي خدام عليها ولكن ما كاين باس انك تبارطاجيها مع ناس اخرين. الوغ هاد الفكره ديال السي اسامه غادا في الخضم وغادا في نفس السياق ديال اش كنا كنقولوا بارابور الحلقه اللي فات ديال ان الانسان خاص يكون صريح مع راسو. صافي غير كنتي صريح مع راسك فاش كتغلط راه انت اللي غلطتي. الا كنتي نتايا السبب في شي حاجه طرات راه انت هو السبب ايجابيه ولا سلبيه. الو خذها بايجابيتها وبسلبيتها، ماشي الايجابيه ناخذوها والسلبيه ما ناخذوهاش. خويا اسامه ميرسي بوكو على هذا الكومونتير وغادي نحاولوا انا جو بونس خاصو حلقه بوحدها هذه حلقه بوحدها غندويو فيها ان شاء الله. شكرا شكرا بزاف اسامه. الكومونتير الثاني الاخت سلمى الكومونتير ديالها هو البارتي اللي عجبتني فيه هو نورمالمون فاش دوينا على كل واحد يكون صريح مع راسو وانه يكون عنده ما ينافقش راسو. كتبات لي هي الثقه بالنفس والثقه بالنفس نورمالمون عندها علاقه مع الشخصيه. الوغ شكرا سلمى بزاف وكنظن احسن حاجه نقدو نتبعوها ما تنافقش راسك هي الشخصيه ديالك والثقه بالنفس وكيفاش تبني الشخصيه ديالك. داكوغ الوغ على بركه الله الشخصيه ديال كل واحد فينا كتختلف بان الشخصيه شنو كتجمع الاحاسيس كتجمع التصرفات كتجمع الفهم ديالك كتجمع الغضب ديالك كتجمع الفرحه ديالك. كل واحد عنده الشخصيه ديالو وكيفاش كتجلو وكيفاش كيطبقها وكيفاش كيفاش كيشوفوها الناس الاخرين. داكور الا بغيت نبدا ندوي على انواع ديال الشخصيات كاينين كما كيقولوا اون فرونسي انتروفيرتي اكسترافيرتي. داكور سافو دير كاينين بنادم اللي منفتحين على الناس كاينين الناس اللي منغالقين على راسهم. داكور كاينين الناس الحشومين كاينين الناس اللي كيدهو كثار كاينين الناس اللي نورمالمون في النمط العيشي ديالهم ديال الحياه عندهم لباس ستريكت كتلاحظوا في الحياه ديالو كتلقى تقريبا نفس الهندام ديال نفس اللبسه كتكون كيكون لابسه يوميا كاين ناس اخرين اللي اللباس ديالو كيتبدل. هادو الشخصيات ديال الانسان كيتبدلوا من واحد لواحد وانا اليوم ما غندويش على انواع الشخصيات بتات مره اخرى نقدروا نتعمقوا في هذا الموضوع هذا. انا بغيت ندوي دغيا على كيفاش تقوي الشخصيه ديالك وكيفاش تنمي الشخصيه ديالك. داكور الشخصيه ديال الانسان نورمالمون امتى كتخرج؟ داكور حيت الشخصيه ما غاداش تخرج ملي غادي تكون بوحدك. داكور غتكون بوحدك الشخصيه ديالي قويه وغادي نفرضها على ما تفرضهاش فرضها على راسك ما يمكنش. داكور يعني الشخصيه ديالك الشخصيه ديالنا كتخرج ملي كنكونوا مع ناس اخرين. داكور صحابنا الخدمه العائله كنكونوا مخلطين مع بنادم اون جينيرال وهذه الوقيته اللي كنشوفوا الشخصيه ديالنا كيفاش كتصرف. واش غادي نقدو نقولوا داكشي اللي بغينا واش ما نقدوش نقولوا اللي بغينا واش شي واحد مني قال شي حاجه عليا انا قديت نجاوب ولا ما قديتش نجاوب واش شي واحد خد لي الحق ديالي قديت ندافع عليه ولا لا. شي بزاف ديال الحوايج. الوغ الشخصيه ما يمكنش غادي تقولها وانت بوحدك سي سيغ كو غادي يبقى واحد لابار دو بيرسونيتي ديال الشخصيه ديال الانسان ملي كيكون بوحدو هو في العمل اليومي ديالك. حيت كاين اللي غادي يكون منظم واللي ماشي منظم في حياته كيفاش داير. داكور ولكن هذه كتاثر فيك غير انت بوحدك. داكور وحنا الاغلبيه شنو اللي كياثرنا هو كيفاش كنكونوا مع الناس الاخرين النظره ديال الناس وخا النظره ديال الناس راه هي اللي كتخلي بنادم ما كيزيدش لقدام. داكور الوغ الشخصيه ديالك بزاف ديال الناس كنشوفوها ملي كنكونوا مع الناس الاخرين وكنشوفوا كيفاش كنتعامل مع الناس الاخرين عاد كندوي على الشخصيه. واخا هو الشخصيه كتبقى نورمالمون كيبقى الانسان المنظم والانسان الغير منظم الانسان اللي لا قال غندير شي خدمه غيديرها واللي ما اللي قال غيدير ما دارهاش. راه كاين فرق في الشخصيات هادو. داكور مي حنا غادي نحاولوا نتكونسونطراو بليس على الشخصيه ديال الانسان اللي فاش كيكون مع الناس كتكون مخلط مع الناس وكتكون خاصك تهضر وخاصك تبارطاجي مع بنادم. انا بالنسبه ليا الاشياء اللي غيخليو بنادم يكون واثق في راسو وغادي يكون عنده شخصيه قويه هو البحث ديالو على المعلومات البحث ديالو على مبادئ جداد. داكور ثقافه الحوار مع الناس هادو بزاف ديال الاشياء اللي كيخليو بنادم كيقصح لا بيرسوناليتي ديالو كيخلي لا بيرسوناليتي ديالو نورمالمون واقفه على الصح. العمود الفقري ديال الشخصيه ديالك غادي يكون عامر المعلومات اللي عارف الثقافه عامه ديالك. داكور التعامل مع الناس داكور باسكو كيفاش كيتصرفوا معك الناس راه غير
مرآة لكيفاش داير انت داكو. يعني الا كنتي انت انسان طيب وبخير وكتعامل مزيان اغلبيه غادي يجي من عند اي جهه هذا الشيء داكو. قليل الناس اللي غادي انت زوين وما ديما التصرف ديالهم معاك خايب، هادو خاص تبعد منهم الى الناس بحال هكا داكو. والنقطه الثالثه نورمالمون قلنا بعد ولا مش تراجم، المهم ما عليناش. الوغ والمبادئ، المبادئ هو النقطه الثالثه سمحوا لي. المبادئ كيبان لي من الاشياء المهمين في الشخصيه. سي بيان الواحد يكون عنده ثقافه عامه، سي بيان يكون التعامل ديالو مزيان، ولكن المبادئ ديال الانسان هما اللي غادي يخليو الانسان كنقولوا عنده شخصيه قويه ولا لا داكوغ. حيت المبادئ ديالك باغ اكزومبل عندك مبدا انك ما كتكذبش، باغ اكزومبل ما كتكذبش اسيدي. الوغ جيتي في اون سيتواسيون عندك خيار اونتر دو شوز، يا غتكذب يا ما تكذبش. هنايا اللي ضعيف الشخصيه غادي يقدي غيقدي يكذب، اللي ضعيف الشخصيه غيقدي يكذب. صافي ديغ هو عنده مبدا زوين ولكن الشخصيه ضعيفه خلات داك المبدا يضيع داكوغ. الوغ نورمالمون مبدا زوين خاصنا نحاولوا نخليه يترسخ فينا، ومبدا زوين نحافظوا عليه وما نخليوش اي حاجه تزعزعو داكوغ. صافي ديغ انا الا ما كنكذبش ماشي حنت حشمت من شي واحد ولا حنت غادي نضيع شي حاجه ولا شي فرصه لشي حاجه، ديك الساعه نغير المبدا ديالي. ديك الساعه انا الشخصيه ديالي غادي كتضعف، غادي نبقى وغادي كنضعف الشخصيه ديالي في ديك الوقيته. الوغ باش نرجعوا رابيدمون ونلخصوا هذا الشيء في فكره صغيره، الشخصيه ديالك فاش غادي تكون واقف مع بنادم ولا فاش غتبغي تبدي الراي ديالك ولا فاش غادي تقول لا هذه لا ما متفقش عليها ولا ولا اي حاجه، نورمالمون كتجيب المبادئ ديالك اللي كبرتي اللي كتبقى غادي تاخذهم الحياه كامله، وانت غادي كتاخذ في المبادئ ديالك. وطبيعه الحال كنهضروا على المبادئ الزوينه، ما كنديروش على المبادئ خايبه، كنديروا مبادئ نقيه في الحياه. حيت مبدا يقد يكون خايب يقد يكون خايب، يقد يكون زوين يقد يكون خايب داكوغ. المبادئ ديالكم من الاولين هما العمود الفقري ديالك ديال الشخصيه ديالك. ثاني حاجه الثقافه العامه، الثقافه العامه هي ملي غادي تجلس مع الناس، كل ما كانت عندك ثقافه عامه وكل ما كان عندك معلومات زايدين كتقد تهضر باريحيه، كتقد تناقش موضوع. وانتم لاحظوا بانه نهار كيكون شي موضوع ما عارفين عليه والو كتحس براسك بحال ماشي من هذا العالم، هما كيهضروا وانت جالس وكتشوف فيهم. واخا تكون عندك شخصيه قويه ديك الساعه ما كتقد تقول والو، ومن الاحسن ما تقولوا فاش ما تكونش عارف. حيت الا هضرتي وانت ما عارفش غادي غير تدوز بشي واحد هاكي خربق، والا بقات كتعاود هاد الحاجه نورمالمون تو بيرد لا كريديبيليتي، كتفقد المصداقيه داكوغ. الوغ نورمالمون المبادئ الثقافة العامة ديالك وطريقة التعامل ديالك مع الناس داكوغ. التعامل ديالك الإيجابي مع الناس، كتضحك في وجههم إيجابيات، كتسمع ليهم، كتهضر مع بنادم، كتولي عزيز على الناس. وهاد المعزة اللي عند الناس وهاد العلاقة بينك وبين الناس اللي كيولي هما إل تو فون كونفيونس، كتولي أنت عندك أون كروند كونفيونس وكتكبر الشخصية ديالك داكوغ. ألوغ هادي هي الخلاصة ديال الحلقة ديال اليوم. الشخصية ديالكم راه مختلفة على بزاف ديال الناس ومختلفة، ما تقدش تشبه لأي واحد، وما تخليش الشخصية ديالك تحاول غير تكوبي شي واحد آخر ولا تنقل من شي واحد آخر كيداير. لا، الشخصية ديالك عندها مميزات ديالها، أي واحد عنده مميزات. ألوغ حاول تقلب على الحوايج اللي أنت كتعرف دير، الحوايج اللي كيعجبوك أنت هما اللي غادي دير فيهم مزيان، هما اللي غادي تكون مزيان فيهم، ومني غادي تكون مزيان فيهم هما اللي يخليو الشخصية ديالك قوية داكوغ. باش غادي تقد تنجح في الحياه اكثر، وغادي تخليك انت ملي غادي تحط راسك في مواقف غادي تبان لانسان الناس اخرين بانك انسان اللي غادي نقدو نوثقوا فيه، وغادي محل ثقه كما كنقولوا داكوغ. نحاولوا ما نطولوش، الفيديو ديجا قريبه توصل 14 دقيقه. اونكور اون فوا مرحبا بالافكار ديالكم. سيسيغ كل وقت قليل ما كتقدش تدوي في كل شيء، كتحاول تجمع اي فكره. اللي شاف بان اي شيء نسيت شي نقطه ولا ما متفقش معايا ولا متفق معايا ولا شي حاجه، مرحبا بالتعاليق ديالكم، ونحاولوا نتلاقاو في المره الجايه ان شاء الله. الله يعاونك.